حق سعادة النائب تطرق إلى موضوع بعض الحالات اللي الطلبات اللي من 97 98 99 2001. طبعا هذه يمكن احنا هذه الطلبات ترى معظمها ويعني طلبات هذه القديمة تم تلبيتها جميعا، وطبعا اما يكون عندهم شهادات تخصيص او في طور التخصيص الان. واذا كانت في حالات فهي حالات فردية ويعود تعود اسباب يمكن يعني لا زالت هذه الحالات قائمة، ممكن انهم بسبب اعادة احياء بعض الطلبات الملغية بعد قيام المواطن بتعديل اوضاعه او تحديث بياناته، تغيير العنوان، الطلب يمكن مثل ما ذكرت انه هو ترشح او في طور التخصيص، كذلك قيام المواطن يمكن تغيير نوع الخدمه اللي احنا نقدمها، او يعني عدم قيام المواطن بتحديث بياناته خلال الفتره الزمنيه المحدده. فهذه لماذا بعض الطلبات يمكن سعاده النائب في محافظتكم وفي دائرتكم يعني شفتوها بهالصوره، واحنا طبعا جاهزين ان تعطينا هذه البيانات ونقدر نعطيك بالضبط التفاصيل على كل اجراء.